إنه خبر مفرح لأسماك هذا الحوض الصغير، فالماء هنا منقى بفضل تقنية جديدة تعتمد على حبيبات ثاني أكسيد التيتانيوم وعملية التحفيز الضوئي. تم إنتاج جهاز تقنية الماء هذا بفضل برنامج بحث أوروبي يضم مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة والمعهد التكنولوجي غورغ في إيرلندا. نقوم بتحميل زجاج هذا الحوض، ثم نستخدم الصمامة الثنائية الباعثة للأشعة فوق البنفسجية. ماء حوض الأسماك يمر في المفاعل ويدور حول لولب حبيبات ثاني أكسيد التيتانيوم ويعود من بعد إلى الحوض. الأشعة فوق البنفسجية تستخدم لتنقية المياه لأن أشعة الضوء تقتل البكتيريا والفيروسات، لكن الأنظمة المستخدمة حالياً هي مصابيح الزئبق وهي مادة مكلفة ومضرة بالبيئة. الباحثون في المعهد التكنولوجي غورغ يعملون بطريقة أخرى. الضوء يخرج من هذا الجهاز هنا، يتوجه إلى الأسفل عبر ألياف هذا الكاشف، فنحصل على صورة تعرض على الشاشة تزودنا بمعلومات عن توزيع وشدة الضوء الذي يخرج من الصمام الثنائي الباعث للضوء LED. نتمكن من استخدام البيانات لضبط الجهاز واستخدامها بكفاءة لعمل نماذج مختلفة من المفاعلات. نعمل على تعديل شدة ضوء الأشعة فوق البنفسجية. نقيس كمية الحزمة الضوئية التي تصل على السطح لضبط المسافة بين المصدر والسطح. سرعة ردة الفعل الكيميائية والجسدية تعتمد على كثافة الضوء، وبذلك نتمكن من حساب سرعة تنقية المياه. منسق المشروع يقول إن هذه التقنية بدأت تستخدم بشكل ملحوظ، خاصة في مجال الأشعة فوق البنفسجية. استخدام تقنية LED بدأ يثير اهتمام عدد كبير من الذين لا يستخدمونها بعد، لكنهم يتابعون مراحل تطورها ليتسنى لهم اللجوء إليها في الوقت المناسب في استخداماتهم وتطبيقاتهم. عملية التحفيز الضوئي هي عبارة عن تفاعل يستخدم فيه الضوء كمنشط للمادة، والتي ستعمل على زيادة معدل التفاعل الكيميائي دون أن يكون لها دور في التفاعل. هناك إمكانيات لتنقية المياه وبكفاءة لنسبة كبيرة من الملوثات، لكن هناك صعوبة على بعض المستويات، لذلك فإن تقنية التحفيز الضوئي مفيدة جدا. أدركنا أنه من الصعب استخدامها في المشاريع الكبيرة لأنها كثيرة التكلفة وتستغرق وقتا طويلا. هذا المفاعل الصغير يمهد الطرق لإنتاج أجهزة أكبر لتقنية الماء في المجالات الصناعية.